نحن الآن بالبرايم الثامن، صرنا نحن نص عدد المشتركين. اليوم جداً متحمسين، في مفاجآت كثيرة وراح تشوفوها. متوتر شوية لأنه رانا 8 وفي آخر البرايم راح نكونوا 7، وصعب بزاف نتوقعوا شكون ممكن يفل اليوم. مبسوط إن أنا وصلت المرحلة زي دي الحمد لله، ومتضايق إن برضو في واحد هيمشي ويسيبني. صار في منافسة أقوى وما بقى فينا نتساهل مع حدا. بتمنى إنه تكون هالجمعة كتير قوية. التحضيرات لقبل اللايف كتير هيك بتكون حماسية وفيها توتر أكيد، بس إنه حلو هيك، يعني أنا بنطر نهار الجمعة بناطر.